فعلا بقى كنت بتفكر جديا انك تفتح محل فول وفلافل في لندن؟ انا والاستاذ صلاح ابو سيف، مش انا لوحدي، انا والاستاذ. انا بقى مش مصدقه ان انتوا الاثنين بجد تقرروا تعملوا فول وفلافل. لا اكيد كان هزار. لا مش هزار، لان اياميها ما كانش فيه فول وفلافل في لندن. فايه، وانا كنت عندي حاله ياس كده شويه، ها، فجالي الاستاذ صلاح بتاع، ففكرنا في المشروع ده، فكنا هنسميه لسطى حسن على في اسم فيلم فيلمه وانا ابني كان اتولد اسمه حسن، فهنسمي قصة حسن، وهنجيب الشيف من مصر. و الشيف بقى فوال بقى ولا بتاع، مش شيف يعني فول طعمه يعني شيف الفول بتاع الفول يعني. في ميدان جوهر، في سليمان جوهر. سليمان جوهر في بتاع كام بتاع فول يعني. تجيب الفوال من سليمان جوهر وتخليه مثلا يعمله في ترابالجا سكوير مثلا في لندن. كنا نعمله في بيز ووتر. ما كانش فيه محل خالص، محل ما كانش فيه اميال. اكيد كنتوا بتهزروا يعني، انت كان ممكن فعلا تبقى بتاع محل يعني طعميه يا استاذ خان. مع انا مش مع كل الاحترام لمحلات الطعميه، بس انت راجل سينمائي يعني. ما ساعتها برضه ما كنت لسه ما عملتش فيلمي الاولاني يعني خالص، ف وكنت عندي حاله ياس مش هعمل سينما يعني، خلاص بقى كلها بتبعد عني. فالمهم ايه، فما استاذ صلاح اداني شيك، كان مش عارف كان 5000 استرليني ولا حاجه كده، وانا رحت استلف فلوس من البنك علشان نعمل المشروع ده. ساعتها بقى جت الله يرحمها ناديه شكري المنتيره، وجت قالت انت بتعمل ايه هنا؟ ما تيجي يا اخي تعمل سينما في مصر، سهله جدا، وتاخد صرف التوزيع وتعمل فيلم بتاع. فلعبت فيا بقى. الله. رحت لاغي الشيك، المشروع الشيك بتاع ما كانش اتصرف، لغيته ورجعته للاستاذ صلاح. وبعدين مرت الايام الاستاذ صلاح كان عنده لدغه في الكلام، قال لي يا محمد كان زمان مليونيرات. من الفول والطعميه. قلت له لك حق يا استاذ صلاح. فعلا انت لو كان عندك محل فول وطعميه في لندن كان زمانك فعلا ملياردير. مش مليونير. ما كنتش هبقى قاعد هنا. طبعا. ده انت كنت هتبقى بقى يعني من المؤسسين بقى، ويبقى عندك ندفع ثمن كتير قوي في السينما دي.